مجال القهوة. السلام عليكم ورحمة الله. مع من كنهضر دابا؟ مع الرجال المحترمين المعززين المكرمين اللي كيحبهم الله، لأن والله سبحانه ما كيبغيش الظلم وما كيبغيش الحقرة، وقال لك اللي حقر على شي واحد يعف. السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص الحيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أخوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. تحية نضالية للشعب المغربي داخل المغرب وخارج المغرب. وغنقدم لكم أبو حفصة، تهو كيقول لكم مرات هو قاري وعدوا مع داكشي ديال الله سبحانه، يعطيكم شي كلمات ديال الله وغيسمي لكم هذا المنبر وهذا الردو غيسمي لكم. شكرا خويا علال، شكرا. فالسلام عليكم ورحمه الله الخوت الحباب، يعني كنتشرف خويا علال الحمد لله يعني بما كان جاي معايا في الطريق وشاف الروضه ودخل معنا لهذا المكان. اكبر موعظه، اكبر تذكره للناس هذا المنبر هذا، كيف ما قال خويا علال يعني هذا المكان، يعني كيف ما كانت المستوى ديالك تدخل هذا المكان كتقول يا الهي يا سبحان الله، كما قال الامام الشافعي رحمه الله. داز الامام الشافعي المقبره هكذا يا احباب ويقول: ناديت اهل القبور، ناديت اهل القبور فقلت اين المعظم واين المحتقر، فماتوا جميعا فماتوا جميعا ومات الخبر. من زيارة المقبرة يا أخي المشاهد كنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، غفر الله لنا ولكم وعلى هذا النقل أحبابي. وننشطان بالوجود ديالي مع هذا الرجل المبارك، هذا الرجل اللي ما عرفش بالقيمة ديالو كنقول له أنا بحقه إن لله وإنا إليه راجعون. ولدي أحباب نسأل من الله سبحانه وتعالى، وعطي خويا علال يزيد يتكلم ولا يختمنا هذا اللايف هذا، نسأل الله من الله نسأل من الله تعالى إن كانوا محسنين أن يزيد في إحسانهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحمهم فإنك بهم رحيم. يا ربي الحبيب هذا القبر ديال الأب ديالي، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم نقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، غفر الله لنا ولجميع موتى المسلمين. مرحبا خويا علال، هانا أجي أخواتي أجي عندي. أنتم كما كتشوفوا في الروضات كيفاش عامين، أنتم تبعونا المشاهدين. أجي القهوة. السلام عليكم ورحمة الله. مع من كنهضر دابا؟ مع الرجال المحترمين المعززين المكرمين اللي كيحبهم الله، لأن والله سبحانه ما كيبغيش الظلم وما كيبغيش الحقرة، وقال لك اللي حقر على شي واحد يعف، لأن هذا الهضر اللي كنهضر عندنا الحقرة في المغرب. علاش عندنا الحقرة؟ الشعب كله محقور مسكين، علاش الشعب كله محقور؟ الشعب كله دايرينو في عين الاحتقار، بحال زعما الشعب كله في عين الاحتقار. النهار اللي كيكون الاحصاء كيبدا كيحصيو بنادم، علاش كيقولوا لك شحال عندك من ولد وشحال هادي وهادي وهادي، كيلقاو بنادم ما حلوه، لا عندي عشرات الاولاد، لا عندي خمسه، لا عندي سته، تتقعد لامك فيق من القلب، غادي يعطيوك الزرع ولا غادي يعطيك ما تاكل، علاش كيحسبوا بنادم؟ انا ملي كيبغي يحسبوني كنجري عليهم، كنقول لهم واش انا حواله، كنقول لهم واش انا حوالي ديال العيد الكبير غتحسبوني؟ ما نتحسب لكمش انا، ما كنطيبش الاسم ديالي انا، لانه علاش فهمتي؟ علاش كيحسبوا بنادم؟ ملي كيحسبوا شحال كاين في المغرب، شحال من راس كاين، كل مواطن كيديروا ليه بوليسي وعسكري، علاش زعما؟ باش لا كانت شي لعيبه كيقولوا زعما راه حنا موجدين لكم، كل مغربي كل مواطن بوفري
مش اللي عسكري بوليسي راه حداه، ولكن حنا راه ما كنخافوا من حتى واحد، كنخافوا من الله ومن محمد السادس ومن الاسره العلويه. محمد السادس بانا والاسره العلويه خوتنا، وحنا الشعب المغربي المواطنين راه حنا هما البوليس، حنا الشعب هما البوليس. لانه حنا شاد الهضره اللي كنهضر انا واخا ما قاريش واعي، اللي هو اننا حنا شحال الشعب حنا هما البوليس، حنا اللي كنوصلوا الميساج للبوليس، كنقول لهم هذا راه خوان ولا هذا دار ولا هذا داز من ولا هذا فين تخبى ولا هذا دار، حنا هما اللي كنوصلوا الميساج. وهاد الهضره علاش اللي كنهضر انا؟ هانتوما شوفوا هاد القبر الله يرحم لكم الوالدين كيفاش عامل، ها هو دابا تفتح تحل الرشا، هانتوما شوفوا مسكين هاد القبر رجلها الخوان، شوفوا هاد القبر دابا كيفاش طاري لي. علاش؟ كيقول لك في المال، حتى انا كنت قلت واحد الكلمه وشي وحدين بقى فيهم الحال. ملي قلت لهم راه ما بقاو لا محسنين، ما بقاو لا رجال، لا ما بقى من هذاك، كيما انا كنت قوم محسنين وباقيين رجال. اش شحال من عام انا قلت لهم وانا مشهور وكيشوفني بنادم كنتساقل وهادي كذا، كرا ولا بد بنادم يعيط عليا شي واحد يقول لي تعال هكا واحد البركه، سير اولدي حيد من هنا. الله عني يعاونك. ولكن كانوا في المثل المحسن كانوا رجال، ما تكونش هاد الروضه بحال ماك. وكان طالب من الروضات ديال المغرب كامل يتنقاو بالرجوله يتنقاو. انتوما في المثل اللي كتقولوا راه عندنا بنادم قاري، راه ما قاري عندنا والو بنادم، حنا في المغرب عندنا الحلوف على خو، ما نكذبش عليكم. علاش عندنا الحلوف على خو؟ حيت الا بغيتو بنادم يقرا خاصكم ديروا مدرسه ديال الاطفال بوحدها ومدرسه ديال النساء بوحدها، عادي يمكن يقراو. وملي تكون كل مدرسه بوحدها واللي ميت لها راجلها تعاونوا معاها من شهر شهر تخرجوا لها شي بركه، باش تعاونوها في الكتوبه والستيلوات وفي الماكله تعاونوها مسكينه. حيت كاين اللي كيموت راجلها ما كيخلي لها باش تجيب تقلد السكر ولا باش تعمر مسكينه البوطه. هنا فين كيرجعوا بناتهم متشردات، وهنا فين كيرجعوا المشاكل بلا ما نقول داكشي اللي غنقول لكم راكم عارفينو، راكم عارفينهم. ولانه هادشي اللي كنقول ما ان هذا منكر عندنا في البلاد، بلادنا المغربيه اش عندنا فيها؟ كيقول لك راه عندنا الاسلام، حنا عندنا حنا الاسلام العربيين الاعرب، حنا واش الدن ونفقن ولا نفقن كي كيقولوا لا غير يفسر لكم هذه الدارجيه، حتى انا ما عندي سنه اللي غادي يردوا، فهمتيني؟ على المنافق غيقول لكم اخوتي الاعراب اشد كفرا ونفاقا. على الزعماء انا كنفهم السي على الزعماء اي المنافق على خوه. علاش قلت لكم ديك النهار؟ وي علاه كنت سامح لي يعني غنناقضك. يعني كاين الحمد لله عندنا ناس فيهم الخير فيهم الصلاح. انا غنوريهم لك. يا كاينه. انا غنوريهم لك. باش يعني باش دير واحد الحضر ما بقاش تجمع كلش. انا نقول لك. كاينه ناس كاينه فيهم الخير كاينه ناس. واجب انت بيدك كتقول انا عندي اصدقاء ديالي كيحبوني وكيجيو عندي. دابا هضر. اذا كاين الخير ياك؟ هضرتي دابا. انا علاش اللي كنقول هاد الهضره بحال ماك؟ علاش كنقول بقاو انا عي الخابتات والخابتين؟ نعطيكم واحد كيقول لك راه باقيين الرجال، ما بقاو لا رجال ولا بقاو قصور الدجال. دابا كاع اللي كتقول راه راجل كتلقاه ماشي تكر، اما كتلقاه نتوي، اما كتلقاه كما كنقولوا احنا بالعربيه بدرين مسطين راهم لابسين سترينكات وكيحركوا في السوات بحال الزعمة، كيسحب لا صوره لابس السروال ولابس الكومبلي وغادي كيتصور كيعيق على الرجال، كيمثل يمثل بالمشيه ديالو كيبغي يدير فيها شاروخان شومه. تسمع هادشي علاش كنقول انا الحقيقه؟ حيت اش هضره اللي كنهضرها؟ علاش؟ حيت العودان ديال السناح اللي كان كيتبوردو ما بقاوش، حيت ملي مشاو العودان دوك اللي كانوا ديال السناح اللي كان كيركبوا لهم عباد الله كيتبوردو عليهم، ملي مشاو هذوك مشاو العودان ومشاو الرجال. واش كنهضر ولا ما كنهضرش؟ دابا هاد العوده اللي بقاو دابا هاد الخيل شحال من موسم مشيت ليه اش كيبانوا لي من عودان فيه؟ كيبان لي دوك العوده الغلاظ، غلاظ وكلشهم بحال ديال البغال. تما فين عرفت الخيل راه ما بقاوش الخيل، حيت ملي كانوا الخيل كان العود تبارك الله كيكون واقف وكيتحير بوحدو، كيتحير كيجذب، هذوك هما الخيل. وراه تما ملي كانوا الرجال كانت الصربه وكانت الجذبه، كانوا رجال ها اللباسه، اصحاب السلاهم، ها الجلالب، ها الخير، الصحبه، الاصدقاء، هذا يمشي لعاد هذا هو مرتو، هذا يطيب يمشي لعاد هذا، وكانت الاصدقاء. عرفتي هادشي انت كان؟ مني كانت ديك الماكينه اللي كانت خرجت ديك اللي كتغني الدياس اللي كانت عند ديك الشوكه اللي كتدور هذيك اللي كانت عند مني اللي كانت عندو بكري راه بحال عندو ما عرفتهاش كيديو كيمشي لعند صاحبو عند ولادو كيقصرو كيضحكو يلعبو. دابا اش من صاحبه بقات؟ دابا دي صاحبك واكلو شربو يخليك تتخرج ويجي يفرقع عليك محالك يدي لك حوايجك. دابا ما بقات لا صحبه ما بقات لا خوه ما بقات حتى شي حاجه. انا كنقول معقول
اللي كتقول راه راجل من جي كطالع بيه كتلقاه رعواني، وانا هاد الهضره اللي كنهضر ليكم علاش كنهضر هاد الهضراك؟ انا الله خلقني في الدنيا واخا ما قريتش عطاني الله واحد العقل مزيان بحال الزعمة. انا ما نكذبش عليكم، وليت بحال الشواف، بحال الشواف، وليت بحال المسكون بحال الزعمة. دابا انا راجل كنشوف فيه كنعرفو واش راجل ولا رعواني ولا حساس ولا ديوتي، فهمتيني؟ كيما يكون نوعو كنعرفو انا، وما غير هادشي كامل. دابا انا بنادم كيوقف معايا ولا نشوف فيه كنعرفو، كنشوف ليه مسارنو لداخل في كرتو لداخل مخبيين، كنشوفو موزينين ولا مرات ولا صفرين، كنشوف ليه القلب، كنشوف ليه الكبده، كلشي داكشي بداتو، واش داتو مريضه ولا صافيه. والله ما نكذب عليكم، والمخ ديال البنادم انا كيوقف حدايا كنشوف ليه المخ ديال راسو لداخل كنشوف ليه المخ، واش المخ ديالو صافي ابيض وفين عريقات فيهم الدم صافي ناضين كيحبوا الله راجل ولد امه وباه، ولا كنشوف انا المخ ديالو ناشف صفر ودوك العروق اللي فيهم داك الدم كحل مكبد؟ علاش هادوك هما اللي كيكونوا خايبين في وجههم؟ ما كيكونش الله عاطيهم الهيبه، كيكونوا خايبين في وجههم. حنا قال لك اللي كيكون زين في وجهه وعاطي الله الهيبه هذا كيحبوا الله، منين ما داز كيبقى يشوف فيه بنادم بحال ماك. علاش هذاك عاطي الله الهيبه؟ ولا ما كيكونش الله عاطي الهيبه راه واخا يكون راكب الحديده دايره 400 مليار وكينزل منها وكيعيق يتصور على عباد الله راه ما كيديها فيه حتى واحد. الروكانه ملي كتكون في الحر كتكون ساويه، علاش كتكون ساويه؟ حيت فيها الديكورات والزواقات وجناوة عده والراس عده، فواحد الديكور كيبان زوين. ولكن ملي كتموت في البحر وكيلوح على البحر كتنفخ كيولي الدبه وكتولي خانزه حاجاكم والدبان داخلها ازرق ما كتبقى ساويه والو. ملي ما كتبقى ساويه ولاش كيقول لك؟ يقول لا الروكانه. علاش كيقول لك؟ وانت مالك بحال البحر الروكانه اللي لاحها البحر؟ واش كنهضر في الرجوله ولا عداوي ولا خاوي؟ هضر معايا وردوا علينا الحوارات. يلا حي. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.